الخبر اللي عدنا عن يارا مار ونور مار ومن هو الشخص اللي هكر قناتها للمرة الثالثة. فاخر مقطع هي نزلت على قناتها باليوتيوب يا حبايب انحذف حقوق طبع ونشر من واحد بالاشخاص اللي تدخلوا حاليا عبايب على الرابط الوصف اللي هو رابط قناة يارا تشوفون انه مكتوب عليه تم حذف هذا الفيديو من شخص اسمه عمك شبوح تعالي انستا شبوح الادلبي. وحسب ما اكتشفت يا حبايب لو تدخلوا على الانستغرام تكتبون شبوح الادلبي راح يطلعون واحد من الاشخاص ويارا مسوي له فولو. يعني من الواضح انه حاليا قاعد يستغل يارا عمود يشيل الكوبي رايت او يشيل الاستدراك اللي عليها. فتوقع يا حبايب ورا كل هاي الاشياء اللي قاعد تصير حاليا ويا يارا مار. ولكن بنفس الوقت يارا مار نزلت على حسابها بالانستغرام شفت ستوريات ترد بيها على الموضوع وهذه الستوريات يا حبايب كانت كاتبه شكرا كثير ما كنا نخلص من هالعالم ما كنتوا تتركوني بحالي يعني الفيديو عادي جدا ما كان نخلص من هالقصص لهالدرجه متضايقين وخايفين اني اطلع اسم مو مهم المهم مقطع حينزل الساعه بالثنتين. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات من توقع تقصد يارا هل تقصد نور مار انه هو قاعد يضرها عمود ما هي تصعد وتصير اعلى من عنده. انتقل حاليا لانس واصال وبعدهم المتابعين انه كل ما يوصلون مليون زياده على قناتهم باليوتيوب راح يسوون مفاجاه خرافيه. فشو تتوقعون يا حبايب المفاجاه الخرافيه اللي حيجهزون لنا اياها على 13 مليون واكتبوا لنا ايش رايكم بالفكره مالتهم. روح حاليا لاسامه مرغوب والمقابله اللي سواه بالاسئله الناريه. واحد من الاسئله الناريه اللي سالوه هي هو هل انت تحب وهل انت سافرت لدبي عشان الشخص هذا اللي تحبه؟ فرد عليهم انه لا مو هذا السبب راح احطكم المقطع شوفوه. اوكي اسالي مره ثانيه اسامه هل هو انت بعلاقه حاليا؟ لا ما يا اخي يعني مو مره مرتين يعني ما في مهرب ما تقلي الجهاز انت من 87 فيديو ما عرفتي تلاقي والله شوف يعني المتابعين اختاروا لك هذا السؤال بس كمان اصدقائك المقربين بدبي ما حقول اسمائهم اه لا قولي الله يخليك لا لا اكثر اصحاب بدي اصحاب في شخص اسمه زياد هو اللي نقلك هذا الكليب الله يسامح شو القصه لانه حتى المتابعين عم بيقولوا شوفي يعني في حدا بدبي انك انت اجيت على دبي لا صراحه ما في وهذا الجهاز كذب 100% و بالنسبة للسؤال الثاني هو هل إذا أنت تزوجت راح تطلع زوجتك على السوشيال ميديا وصوي محتوى وياها فيرد عليهم أكيد وهذا الشيء ما بأي غلط. أول سؤال عادي تطلع شريكة حياتك المستقبلية على السوشيال ميديا؟ يس عادي يس يعني عادي كمان تكون هي أصلاً مشهورة؟ يس اوكي بحس بيعطي دايناميك حلو بيعطي للمحتوى ايه. ننتقل حاليا للسؤال الثالث هو متى اخر مره بكيت؟ فيرد عليهم انه هو بيتش بسبب ميلا انه هو بعد عنها قوي متى اخر مره بكيت؟ ميلا قبل ما اجي شوي يعني ما ماني من النوع اللي بيبكي كثير بس يعني عيني بتدمع شوي اشتقتلها لميلا انا وطالع والله ما بعرف بالفيديو ما بعرف اذا شفتوه كله بس بيجي انا وعم سكر الباب نهايه الفيديو تسكرت الباب ميلا بتقول وسينو انه وما مو اديت والله مو اديت ايه. عرفتي كيف فلما حضرت الفيديو بعدين انا بالطياره يلا ان شاء الله بتشوف عن قريب دبي شخص نختم اخر شيء بمرسال واخيرا رجوع على اليوتيوب بنفس الوقت زواجه. فمرسال نزل على حسابه بالانستغرام شفت ستوريات بهذه الستوريات واحد يقول ايش وقت ناوي تتزوج فيرد عليه لما اكون واصل لاحلامي ومحقق كل شيء اريده عمود ما يقدر يقصر ويا المره اللي راح يتزوجها او يحسسها باي نقص. وبعدها نزل ستوري ثاني بهذا الستوري يعني مثلا انه هو اخيرا راح يسافر تركيا باكر راح يوصل وختم بهذا الستوري يقول انه وراجع اليوتيوب وبقوة. فمتى تتوقعون يا حباب انه هو راح يصير يصور وهو رايح تركيا؟ اكتبوا لنا بالكومنتات توقعاتكم. وصل يا حباب انه وصلنا المقطع رابط قناتي يا حباب بالوصف اتمنى منكم يروح اشترك عندها وبس شاركوا في هذه المقاطع من القصص ومع السلامه.